من كام يوم السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم عن حادثة تعدي ضابط طيار على وأهله على بعض العاملين في مستشفى أويسنا وعلى بعض الممرضات، لدرجة أنه سقط واحدة من الممرضات اللي كانت موجودة في المستشفى. الناس كانت اتكلمت على الموضوع ده، وعرضنا قبل كده لحظة الاعتداء دي، وعرضنا فيديو الاعتداء وآراء الناس في حلقة سابقة، ممكن ترجعوا لها من صفحة قناتنا على السوشيال ميديا. لكن السوشيال ميديا دلوقتي رجعت واتملت بغضب تاني وسخرية تاني، المرة دي من مين؟ المرة دي من قرار النيابة العامة. قرار النيابة العامة اللي قالت فيه ان من بين المتهمين في وقاعة الاعتداء على ممرضات وعاملات مستشفى أويسنا المركزي ضابط. طيب هنعمل ايه في الضابط ده يا جماعة؟ قالك ده تختص النيابة العسكرية بالتحقيق معه. بعد ما حصل البيان ده من النيابة العامة انفجرت بعدها سيل من التعليقات الغاضبة والساخرة، زي مثلا الصحفي جمال سلطان اللي علق وقال: أخيرا الحمد لله النائب العام يعترف بأن بلاغ وقاعة الاعتداء على مستشفى أويسنا وصلهم يوم 1 ديسمبر، وبعد 4 أيام كاملة من الحادثة، وبعد أن تكلمت مصر من أقصاها إلى أقصاها عن الفضيحة وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب والسخرية، قرر الحمد لله الأستاذ حمادة الصاوي فتح التحقيق اليوم في الواقعة، وصلوا الإذن مع تصريحات بقى طلعت من أم ضابط الجيش، التصريحات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. والدة المتهم بالتعدي على ممرضات أويسنا قالت: أنا ابني ما كانش موجود أصلا، ما كانش موجود في المستشفى، وممرضة ضربتني بالقلم على وشي واتضربت بالشبشب وأنا يا عيني ست كبيرة.